الأخ ميل صابر، يعني رئيس جامعة القاهرة خد موقف متردد، لكن في النهاية خد الموقف الصح، اللي هو إنه رفض التداعي. يعني هو أولاً في البداية خد الموقف الصح، اللي هو إن موافقة السفر ما استنتش إن الأمن يعترض، ما اعترضش ولا الكلام ده. ولو إنه برضه موقف متردد، لأنه بيبعتوا يستطلعوا رأي الأمن، اللي هو في رأي اللي هو حاجة غير قانونية المفروض تبطل. وبعدين خد موقف متردد إن لما الأمن اعترض يعني بقوا بيقولوا لها ارجعي، لكن في النهاية خد الموقف الصح، اللي هو إن لأ، وإنها تستمر في منحة الدكتوراه بتاعتها، وإنه ليس الأمن اللي يتدخل.